السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حرشة أكثر من رائعة، كتجي زوينة بزاف، بنينة ورطبة وهشيشة. غادي نحضروها في الفران. طريقة التحضير ديالها سهلة بزاف بزاف والنتيجة ولا أروع. نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم. فرجاو مزيان يعني. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج نص كيلو ديال السميدة من نوع الممتاز، عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الفانيلا البودره او سكر منسم بالفانيلا، وعندي قشره ديال الحامض كتبقى اختياريه، ثلاثه معالق كبار من الدقيق الابيض او الفورص او الفارينه، عندي جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات من الوزن ديال 8 غرام. غادي نحتاج كذلك واحد الكاس ديال الزيت، دائما الكاس نفس السعه ديال كاس الشاي ديال العنبه، كاس ديال السكر، تقدروا تنقصوا من الحلاوه اذا بغيتوا، يمكن لكم تستعملوا غير نص كاس. وغادي نحتاج جوج كيسان دائما بنفس الكاس، جوج كيسان ونص ديال الحليب. غادي نحتاج كذلك جوج حبات ديال البيض. فهذو هما المقادير فقط لا غير. فكنبداو على بركه الله في طريقه التحضير. في اناء كنوضعوا هذه المكونات الجافه كلها اللي ذكرت لكم، من السميده، الدقيق الابيض، الفانيلا، الملحه، وكنزيد عليهم الزيت، كنخلط هكا، ومن بعد كنزيد السكر الخشن او سكر سنيده، وكنزيد كذلك دوك جوج خميرات ديال الحلوه. فكنستمر في التخلاط بحال هذا الشكل هذا، ومن بعد ما كنمزج جميع المكونات جيدا عاد كنضيف المكونات السائله من الحليب والبيض. فعندي جوج حبات ديال البيض مع جوج كؤوس ونصف من الحليب، كنخلطهم مع بعضياتهم في واحد الاناء بهذا الشكل هذا اللي غادي تلاحظوا. دائما المقادير بالغرام وبالمليليتر غادي تلقاوهم اسفل في صندوق الوصف. فمن بعد ما كنخلط هذا المزيج جيدا عاد كنبدا نضيفه على المكونات الجافه، وانا كنخلط حتى كيندمج لي الكل جيدا، وكنحصل على خليط متجانس ومخلط مزيان. من بعد ما جهزت الخليط كنجيب الصينيه او المقله اللي غادي نوضع فيها هاد الحرشه. فانا غادي نستعمل المقله ديال المسمن او المقله الخاصه بالحرشه، درت لها ورق الطهي في القاع ديالها، ودهنت الورق بالزبده ورشيته بالسميد غير باش نتاكد انه ما غاديش تلصق لي الحرشه في هاد المقلات. يمكن لكم تستعملوا اي صينيه بغيتو، انا كنستعمل هذه فقط لانه القطر ديالها كيناسبني، القطر ديالها هو 34 سنتيمتر. غادي ندخل الحرشه ديالي للفران يكون مسخن من قبل تقريبا من 30 حتى 35 دقيقه حتى كطيب وتحمر، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. الى هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا، كتجي بحال هكا، كتجي هائله جدا. من بعد ما خرجتها من الفران سقيتها بشويه ديال المربى ديال البرتقال، من بعد ما ذوبته فوق النار كنرشها كذلك بشويه ديال الجوز الهند المبشور او الكوك كإضافة اختيارية للتزيين، وكتجي رائعة جدا جدا. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العادة ديروا جيم للفيديو، تشاركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد، ما تنساوش تعليقكم كذلك الرائعة اللي دائما كتشجعني على المزيد. شكرا بزاف للمتابعة، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.